الصعوبة اللي كتلقى في الإخراج في المغرب هو البلايص فين غادي تصور، يعني أماكن التصوير مازال ما عندناش الحرية باش تصور في أي بلاصة بغيتي، يعني واخا كتكون عندك الرخصة ديال التصوير، واخا كيكون عندك كل شيء، مازال ما كاينش، ماشي ما يمكنلكش تصور في أي بلاصة بغيتي. وأبار المناظر الطبيعية وأبار هذا، كاين إذا جيتي تشوف دول أخرين، كنسافر كنشوف دول أخرين عندهم أي بلاطو بغيتي تقدر تلقاه واجد. إحنا في المغرب مازال ما كاينش استوديوهات كبيرة اللي غادي تقدر تصور فيها مناظر داخلية، ولكن إحنا كنحاولوا باش نوفروا داك الشيء لراسنا هنا في المغرب. صح.